السلام عليكم. نرحب بكم الجميع إلى قناة تعلم هندي بالعربي. And I would like to welcome everyone to my channel, Learn Hindi in Arabic. And we continue with this series of introductions by university students. نتابع من الفيديو السابق الحلقة والمجموعة التعارف مع بين الطلاب الجامعيين. فشوفنا بالفيديو السابق الجزء الأول كيف انه كان في طالبة جديدة اسمها ندى بتعرف على حالها وبتتابع التعريف على حالها كمان في هالفيديو بنتابع وي كونتينيو. فاذا بنشوف هون شو بنقول بعد ما عرفت على اسمها. هون بتقول ايه كون هي، يعني بعد ما كان في طلاب موجودين مع بعض تسأل مين هذا، من يكون هذا، يعني مشو مين هذا، كيف احنا بنقول مين هذا او مين هيدا او مين ده. عرفت كيف؟ فهون عم بسأل ارفع على بعض. فشو بالهندي بقوله كون هي، شو بتقول كون يعني مين، شو بتقول كون هي يعني مين هذا، ايه كون هي هذا ايه، لانه قريب عليك تقول ايه كون هي. فاذا نشوف شو كيف نكتبها، هو از ذس يه، وهاي زي الواي بالانجليزي يه والها يه، كون حرف الكه مرت معنا عدة مرات، ا وعليها شحطتين بصير زي كو، عرفتي كو كون زي كيف كنا نقول هو كون نا هي، صرنا نستعملها كمان عدة مرات يه كون هي، يعني هو از ذس. هلا بردوا على بعض عشان شو يقولوا مين الشخص الموجود الثاني. طيب شو هالشخص بيقولوا يه ميرا دوست هي، يه يعني هذا، ميرا دوست هي، دوست يعني معناه زي الزميل، زميل بالمدرسه بالجامعه او صديق، شو فريند بالانجليزي، يعني this is my friend، يه ميرا دوست هي، يه ميرا دوست هي. نفس الشيء يه للاعاده، يعني من التمرين درس فيه عدة إعادات، كلمات تستعملها عدة مرات، هي مجرد صح بتبين طويل شوي بس في منهن مجرد تكرار إعادة للتمرين. فهي هون هي ميرا، شو شفناها بالأول زي ما قلنا ميرا نام بالدرس، ميرا نام اسمي، هنا قلنا إيه ميرا دوست صديق، ده أو زميل، ده و او شحط عليها شحطة واحدة ريبة على هاي، هاي شحطتين يعني قراب على بعض، دو اس عليها سكون عشان هيك موصولة بالته، دوست هي صديق، شو ايه ميرا دوست هي. كويس، ليش قلنا ميرا مش ميري؟ لأن دوست يعتبر شو مذكر، شو ماسكولين بقولوا لها بالانجليزي، ف هاي تعتبر ميرا، ميرا دوست، يعني هاي بتتبع الكلمة اللي وراها، الأوبجكت اللي وراها، ميرا دوست هي، فكتبنا هون يه ميرا دوست هي، بصير مثل كار يعني. طيب هلا بتتابع الموضوع، شو بنقول هون؟ اسكا نام راج هي، هاي بعرفه الشخص، بقول هذا اسمه راج، أو بالعربي راجي، أو يعني هيك على سبيل المثال، فاحنا فينا نحط اي اسامي يعني هاي للتمرين. ماشي الحال؟ فقلنا اسكا، اسكا يعني هيز بالانجليزي، هيز نايم، اسكا نام، شو اسكا نام، فقلنا اسكا نام لانه زي قلنا كمان ميرا نام، لما نقول ميرا نام قلنا نام هي كمان مذكر، عشان هيك قلنا ميرا. وان قلنا اسكا ما قلناش اسكي، لو شغلة مؤنثة كان وراها كان قلنا اسكي. ماشي الحال؟ فهي اسكا نام راج، هي اسمه راج، his name is راج. هاي اول حرف هي هاي زي الاس، هاي شو اي، هاي اول حرف الاي، شو يسموها فاول اي، بس كا اسكا اسكا. نفس الشيء نام هاي مرت علينا، راج راهو ا وجه، راج اسكا نام راجي.
عشان هاد فيك تحط شو ما بدك عليه اسكا نام عليه حتى لو كانت يعني كمان بنت تانية بقولوا اسكا نام ليش؟ لأنه عم بيحكوا عن النام اسكا ما بقولوش اسكي نام مثلا نادية أو فادية أو سميرة أو غيره لا فبقولوا اسكا شو اسكا نام راجي سيم ثينك يعني ماشي الحال بتحط الاسم اللي بدك اياه فهون بتقول طيب بس عم بتعرف عن حالها شو عن بيتها وعن وضعها بتقول يه ميرا جار هي بيتها مش بعيد دلهي مثلا كانوا بجامعه بدلهي كليه كوليدج بدلهي مبين كانوا مش بعيد كثير على شيء تله او جبل فبتقول ان يه ميرا جار هي يعني هذاك يعني هذا او هذا بيتي عرفت كيف هذا بيتي شو يه ميرا جار هي كمان نفس الشيء شفنا يه زي يه هون هذا يعني كانوا مش بعيدة كثير حتى يه بيقولوها للشغلة قريبة مش بعيدة لو أنا بعيدة كان بيقولوا فو هذاك ذاك ذات فو بيأشروا عليها لبعيد بس هون كانوا مبين عليها إنه مش بعيدة ف this is my house يه ميرا نفس الشيء جار كمان مذكر يعتبر يه ميرا جار هاي حرف ج شفت زي العه بالعربي مخدين من بعض زي العه بس لها نقطة جار هي طب رجعنا بتوصف فيه بتقول انه بيتها في دلهي في نيو دلهي في دلهي اللي هي عاصمة الهند ميرا جار نفس الشيء زي قلنا ميرا جار بنعيدها هنا كمان نفس الشيء ميرا جار دلي مي هي ميرا جار دلي مي هي يعني بيتي او منزلي في دلي مي تاني هاي شفنا هون دلي مي هاي مي غير عن انا مي الضمير اللي بتحطه له شحطتين بس هي شحطه واحده انا داخل دلي دي وكسره هاي دلي لأنه موصولين مرتين شد الدل عليها سكون موصولة بالله الثانية وإي دل مي هاي برجع بقوله ميرا جر شفتوا فإحنا عدناها ميرا جر عدة مرات فهي تمرين شو ميرا جر بالا هي ميرا جر بالا هي يعني بالا يعني كبير شو منزلي كبير شو ميرا جر بالا هي my house is big نفس الكلمات بالا يعني كبير با وقلنا عنها لا و بالا بالا هي شو الحال هلا بنتابع الموضوع التعريف كمان حامل كتاب بايدها شو حامل كتاب بايدها بالانجليزي بيقولوا this is my book هذا كتابي بالهندي شو بيقولوا يه ميرا شفت اعاده تكرار يعني صح بتبين طويلة شوي بس هي في شغلات كثير نفس الإعادة بس للتمرين يه ميرا كتاب هي شو بقولوا يه ميرا كتاب هي كتاب زي بالعربي بقولوا كمان كتاب الكتاب بوك زي نفس الشيء ميه ميرا كي تحو آ وإب هي بعدين ميرا كتاب نفس الشيء هاي ميرا كتاب هي. نعيدها عم توصفه شو لونه شو لونه أزرق بلو كلر فاذا ميرا كتاب نيلي هي شو ميرا كتاب نيلي هي نيلي يعني ازرق وهذا بالعربي كمان بيستعملوها اللون النيلي هي الازرق فصارت ميرا كتاب نيلي هي فهاي مجرد يعني بريف او تعريف باختصار عن الطالبه من الطالبات او من الطلاب في الجامعة وراح يكون متابعة بعدين للطلاب التانيين ولا كمان لنفس الطالبة كمان عن أهلها وغيرها شكرا للمتابعة رجاء الاشتراك and thank you for watching please like and subscribe سلام